هنتكلم ازاي نربط الشاشة العادية، شاشة التلفزيون اللي هي ال LCD بأحجامها العادية، بالسمارت فون، بالموبايل، يعني بأي موبايل، يكون اندرويد او ايفون او اي موبايل عادي بيشغل الاندرويد وبيشغل الايفون عن طريق وصلة اسمها جوجل كروم كاست. الجوجل كروم كاست زي ما احنا شايفينها كده، تدور عليها في اي مكان ممكن تشتريها. سعرها هنا مثلا في السعودية من حدود من 150 ل 180 ريال. في مصر، والله في مصر ممكن توصل لها 500 جنيه او 600 حسب السعر بتاعها. ديت صورة الكرتونة بتاعتها، وادي الوصلة دي، ده المكان بيركب في الاتش دي في الشاشة، وادي منفذ الشاحن بتاعها، وادي الباور بتاعها، الاون اوف بتاعها، وادي الشاحن. لازم قبل ما تركب الوصلة في الشاشة، لازم يكون الموبايل بتاعك متوصل بشبكة عندك في البيت او حوالين الشاشة زي الموبايل بتاعي، ما يكونش النت شغال على الباقة، وتنزل البرنامج على الموبايل اللي هو اللي اسمه جوجل هوم، اللي هو زي الصورة ده، من على البلاي ستور او لو معاك الايفون تنزله من على الاب ستور، هتلاقيه برضو موجود. وطريقتها سهلة، هوريكم دلوقتي ازاي تعملوا ربط عن طريق الواي فاي بالموبايل بالشاشة. هنركب الوصلة وهوريكم. بعد ما ركبنا الشاحن في الكهرباء وركبنا الوصلة في الاتش دي زي ما احنا شايفين في الشاشة كده، هنشغل الشاشة. ولو الشاشة عندك مثلا فيها اتنين مكان للاتش دي، بتختار من الريموت مثلا منفذ واحد اتش دي او منفذ اتنين، حسب المكان اللي انت حاطط فيه الوصلة، وصلة الجوجل كروم كاست زي ما احنا شايفين ده بتديك الشكل ده. بعد ما تنزل البرنامج، اهو بيقول لك نزل البرنامج، ادي البرنامج. هنجيب الموبايل اللي احنا عايزين نربطه، نيو ديفايس، يعني كده هو لقى اللي هو 8425 على الموبايل اهو، الجوجل كروم كاست ده الاسم بتاعها، وهتلاقيها على الشاشة اللي هو 8425. تعمل لها ايه؟ تعمل لها كونتينيو على الموبايل. هوريكم برضو يعني عشان تشوفوا ازاي هذا النقط. في رقم N6 اللي هو الرقم ده، هنستنى لحد ما يظهر على الايه، على الموبايل، او كده قال لك كده اهو، كده كده تمام، كده كده الرقم ظهر على الشاشة وظهر على الموبايل. كده ممكن تغير من هنا الاسم بتاعها، مثلا نسميها نونيم مثلا، سميناها نونيم. دلوقتي هنربطها بالواي فاي اللي موجودة عندنا، هو كده البرنامج عن طريق الواي فاي ده الواي فاي اللي هي موجودة. قول له اوكي مثلا، لازم تدخل له الباسورد بتاع الواي فاي، بص عن طريق كده الوصلة بتعمل ربط بالواي فاي. كده وده الرقم. هنا في مشكلة
في الواي فاي. ممكن احنا نكون دخلنا الباسورد غلط بتاع الواي فاي عادي، ما فيش مشكلة، ندخله تاني. عادي من الأول تاني. يعني تراي اجين، الباسورد هو اللي كان غلط، باسورد الواي فاي. باسورد الواي فاي غلط لحد دلوقتي. هنكتب باسورد الواي فاي. باسورد الشبكة اللي انا عاملها عندي اسمها نونيم، اللي عن طريق الشبكة دي هنربط الوصلة اللي هي موجودة في الشاشة بالموبايل. كده ريدي، يعني خلاص كده، خلاص المشكلة اتحلت، دخلنا الباسورد صح. العلامة دي أي فيديو تشغله من على اليوتيوب، هي العلامة دي هوريكم دلوقتي. دلوقتي هو هيطلب مني إن أنا أسجل بالبرنامج بالإيميل مثلا اللي موجود على الموبايل. اوكي، ده عايز يعلمني ازاي ان انا بستخدم، مش مشكلة، اسكيب. خلاص كده هفتح لنا البرنامج. نفتح اليوتيوب عادي على الموبايل. ديت العلامة ديت مثلا موجودة في اليوتيوب، ديت لو دوسنا عليها واخترنا جوجل كروم كاست اللي هي موجودة، هيربط لنا على طول اليوتيوب اللي موجود. عايز توقف؟